عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، كديري لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونلقاكم ان شاء الله في فيديو صحة جيدة. ما تبخلوش عليا واحد لايك. المهم اول حاجة غادي نجاوبكم على هاد الصباغة هادي اللي سولتوني عليها اللي عجبتكم بزاف. هاد الصباغة البنات خديتها من لاسانس، من اش ام عفوا، هي ديال لاسانس هانتوما اللي بغات دير ليها التصويره. او انا غادي نخلي لكم البنات حتى اللينك ديالها اللي ما حداهاش اش ام وبغات تقداها اونلاين، غنخلي لكم اللينك ديالها، راه كاينه حتى اونلاين. صراحه الصبيغ ديالها زوينين، ما بيهمش يعني. انا صراحه انا اصلا ما كنستعملش الصبيغ بزاف، كيعجبوني ماشي ما كيعجبونيش، ولكن جهدي كنديرهم مثلا داك النهار كنكون غاده خارجه ولا عندي شي حاجه او رشقت لي بغيت نديرهم، كنديرهم لواحد الفتره قصيره هكا وكنحيدها يعني في نفس النهار. راكم عارفين يعني مع الوضوء يعني ما كيدخلش. ان شاء الله دابا عاد باغا نجرب واحد الصباغه اللي قالوا لي مزيانه، يعني ترانسبيرانتي مزيانه، يعني واخا توضاي كيدخل الوضوء. الا كانت عندكم علاش حتى شي فكره خليوا لي التعليق لتحت، ولا ان شاء الله غادي نزيد نبحث عليها اكثر واش فعلا يعني مزيانه الوضوء ولا غير تخربيق. وان شاء الله غناخدها من امازون ونشاركها معكم. المهم كيف ما قلت لكم البنات، الصباغ ديال لاسانس المهم انا كيعجبوني، يعني الصباغ ديالي كاملين تقريبا كلهم واخداهم من تما. هانتوما هادي هي خديتها غير البارح، والاثمنه جد مناسبه 2 اورو. هانتوما هادي حتى هي هاد اللون حتى هو عجبني، خديته دا غير البارح، وكيحمقني هاد الالوان الترابيه هاكا، هاد بالخصوص لوزمانتو اوباكو كيحمقني بزاف كيعجبني. المهم انا غنخلي لكم اللينك في صندوق الوصف حتى تدخلوا، يعني اللي ما حداش اش ام تقداها ديريكت اونلاين. وبغيت نشارك معكم هادو اللي قلتوا لي اخر مره ملي درت لكم لفه ديال الحجاب، قلتوا لي هادي معافاك ملي تجيبيهم شاركيهم معنا. واخا صراحه هاد البنات راه يعني شحال هما خارجين، يعني ماشي بحر خرجوا، هما كيتباعوا طاحوا ليا، كيتباعوا باللوينات، تقدروا تاخذوا بحال انا خديت يعني هادي كلها، واخا راني راه ديجا فرقتها ولكن ماشي مشكل. راهم كاينين البنات حتى في امازون، انا غنخلي لكم حتى هما اللينك ديالهم اللي بغات تاخذهم، راهم كاينين في امازون واخا انا راه ما خديتهمش من امازون. المهم راه كاينين في امازون هادو، الصراحه فنين البنات، يعني ما كيخرجوش لكم على الفولارات ديالكم، وكيشدوا مزيان، كيشدوا حسن من الفنيته، وكيبقى الفولار هو هذاك، يعني ماشي بحال الفنيته كتقب الفولار وكتخرج عليه مع المده. وهادشي اللي كاين البنات، المهم انا شاركت معكم هادو كنتو سولتوني عليهم. دابا خليكم معايا، غادي نمشي نوريكم واحد البرودوي البنات خطير خطير خطير. هما غتبقاو ما كاين لا حكان، ما تبقاو كاع يعني السوايع نتوما كتحكو وداكشي، المهم دغيا دغيا داكشي سوبيتو. واش غادي نقول لكم شي حاجه خطيره، ها نتوما معايا. المهم البنات ها نتوما انا غادي نشارك معكم دابا كل حاجه، غادي نوريكم بعد الفران كيفاش يعني من حدا هو مسخ قبل ما نقيسو، وغادي نوريكم بعدا هنا اللاطا. ها نتوما راني ديجا جربت قبل ما نبدا معكم الفيديو، راني جربت خويت البرودوي فواحد القنت هنايا، ها نتوما البلاصه اللي كتبان لكم نقيه، خويت فيها البرودوي. اش غادي نقول لكم البنات، هذا البرودوي واعر واعر واعر. ها نتوما شوفوا اللاطا كيفاش دايره، ها هذا البنات راه ما كنضل نحك فيه بالبونجا بالزيكس والو، ما كيبغيش يحيد ليا نهائيا. ها نتوما هنا راني تركنت خاوي عليها الماء، ما كيبغيش يحيد نهائيا، يعني بصعيب باش كيحيد لك الا ما بقيتي تضربي معاه بالزيكس. ها نتوما شوفي حاله لاطا كي ولات ليا، راكم عارفين مع هاد الايامات الصيف الواحد كيخرج بزاف، يعني مع الوقت ما كاينش باش غتبقاي تابعه غير شقه شقه شقه، الواحد لا بدا كيبغي شويه يخرج. وصراحه هملت الفران هاد الايامات. ها نتوما شوفوا هاد السلك تا هو الحديده كيفاش رجعت ليا، الفران كله توسخ. وها نتوما غادي تشوفوا ملي غادي نطبق عليه هاد البرودوي، ما غادي نحكو ما غادي نقيسو ما والو، يعني اش غادي نقول لكم، هذا البرودوي صراحه واعر واعر واعر. وها نتوما غتشوفوا كلشي دابا على عينيكم، خليكم معايا. المهم البنات اول حاجه غادي ندير، غادي نرجع كلشي للفران، نرجع كلشي للفران. المهم واحد الاخت نصحتني بهذه الطريقه، قالت لي ضروري من الاحسن تسخني الفران شي شويه، يعني يكون هذا الشيء سخون شي شويه عاد نابليكي ليه البرودوي، باش دغيا داك الشيء كيذوب وكيتم جاي هابط راسو. هانتوما انا دابا غادي نشعل الفران غير واحد درجه الحراره مثلا واحد 175، غير شي شويه هكا واحد 5 دقائق، يعني غير يسخن ليا شويه الفران صافي، وغادي نطفي ليه وغادي نرجع معكم. المهم البنات ضروري لي كوانت راهم كاتبين حتى في البرودوي اللي غنشاركو معكم دابا،
يعني راكم عارفين البرودويات شي شويه واعره اللي يدين. واخا انا راه انا من النوع اللي كتبروبي ما كنحملش ندير لي غوانت، ولكن مؤخرا بديت كنديرهم، وبالخصوص بحال هاد البرودوي هذا اللي غادي نقول لكم واعر، يعني كيذوب هذاك البسم. شوفوا لي هاد المقله حتى هي غادي نجربها دابا، غادي نحيد منها هاد الشيء. شوفوا كاع كلها لصقات في داك الكراسو، ما كيبغيش يحيد واخا كتضلي تحكي فيه بالزيكس. المهم انا دابا هنا راه سخنتها، راه سخونه، سخنتها فوق كل المهم الطنبوطه. انا غنابليكي هي دابا هاد البرودوي وغادي تشوفوا معايا الفرق. المهم بالنسبه للبرودوي البنات اللي قلت لكم واعر هو هذا ديال الشركه ديال فابريليك، شركه فابريليك. هذا البنات راه ما غاديش تلقاوه في المحلات، يعني في المحلات العاديه. هذا تابع لواحد الشركه سميتها فابريليك، شركه بحال اوريفلام، فوريفر ليفينغ، المهم هذا الشيء ولا دابا بحال ايفا شراشر وهذا الشيء. هاد فابريليك كتبيع سوا الماكياج وكتبيع حتى البرودويات ديال الدار. وللتوضيح البنات راني ما دايره لا اشهار لا حتى حاجه، انا براسي راني ما مقيداش فيها، يعني غير بالصدفه لقيت شي بنات كنعرفهم هادرين عليهم اللي مقيديني في هاد الشركه. صراحه جاوني اقتراحات من عند البنات، من عند جارتي حتى هي اللي مشاركه فيه، من شحال هذه كتقول لي هانتي دخلي دخلي راه زوين راه زوين. راكم عارفين بحكم البيع، بحكم البيع والشراء والقناه وهذا الشيء، راه ما عنديش الوقت نهائيا باش غادي نزيد عليا شي حاجه اخرى. المهم كنقول لهم لا ما عنديش دابا الوقت صافي. حتى لقيت بالصدفه البنات قلت لكم هادرين عليه كيشكروا فيه بزاف، كيقولوا راه شي حاجه اللي طوب طوب واعره واعره، يعني ما تحتاجيش ما كتضيعيش الوقت في الحكال ولا تبقى يعني تفكي ولا. راكم عارفين الحكال بالخصوص ديال الفرارن راه الا غفلت عليهم غير واحد يومين ولا ثلاث ايام دغيا داك البسم كيتحول لواحد لاتروس اللي ما كتبغيش تبقى تحيد، يعني صعوبه باش كتحيدوها. هذا البنات المهم خديته، قلت نجرب، خديته من عند جارتي حتى هي مشاركه فابريليك، قلت لها جيبي لي واحد. ها هو جابت لي واحد، قلت خديت حتى الثاني دابا. جابت لي واحد قلت لكم البنات وجربته في اللاطا، جربت غير واحد البلايصه قلت بريما غادي نجربو غادي نشوف الا نيت فيه لا صدق غندير عليه فيديو، ما صدق صافي ما غندير لا فيديو لا والو، يعني راه برودويات بحال بحال الاخرين. ساعات البنات اش غادي نقول لكم، خلاني مبهوضه واعر 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 على حساب البنات اللي كتعرف شي حد مقيده فابريليك وبغات يعني الفرن ديالها يرجع كيشعل بلا ما تعذب معاه بلا ما تحك بلا حتى حاجه. خذوا لكم هذا راه واعر والله العظيم واعر، وانتم غتشوفوا كلشي دابا على عينيكم. المهم كما كتشوفوا يعني الفرن راه درته دابا يسخن، غير يسخن شي شويه. واحد البنت عطاتني بعد نصائح قالت لي هاتي من الاحسن شعلي لك الفرن شي شويه تيسخن باش هكا دغيا ملي كتابليكي داك البرودوي دغيا داك السم كيتم جاي، يعني دغيا كيذوب وكيتم جاي. وغادي نديرها حتى على المقله، هانتوما المقله حتى هي راه سخنتها، هي غادي نجربها فيها باش يحيد ليا كاع هاد السم هذا اللي كاين. معرفين باش تحكوه بالزيك صعيب باش كيحيد، وكتبقاو مضاربين معاه صافي. انا قلت غادي نابليكي عليها هذا وغادي نجرب. دابا راه سخنتها حتى هي سخنتها غير فوق البوطا عادي. المهم هانتوما معايا غتشوفوا دابا كلشي على عينيكم. وكيف ما قلت لكم البنات الشركه ديال فابريليك راه عندها برودويات بزاف، جارتي شكرت ليا حتى ديال الزاج، قلت ان شاء الله بدا نجرب هذا. الى عجبني غادي ناخذ من عندها برودويات اخرين. المهم اللي خديته عجبني ولقيتو نيت راه شي حاجه طوب، يعني مختلفه على البرودويات العاديه اللي كنستعملو، غادي نشاركها معكم. المهم الشقا يكون قليل نستغلوا الوقت ونستغلوا يعني شي حاجه ما كرهنا شي حاجه اللي دغيا 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 تخدميها يعني تديريها باش ما تبقاش شاده داك الوقت في الحكان وفي داك الشيء، نستغلوا الوقت لحاجه اخرى ممتعه، ممكن نخرجوا ونخرج مع وليداتنا نتهلاو في ريوتنا. المهم بزاف الحوايج راكم عارفين، يعني ما كرهناش شي حاجه اللي شي بحال شي عصا سحريه نخبطوها وكل شيء يعني يتنقى. المهم انتم معايا بلا ما نقطع لكم بزاف الهضره. كنا البنات ضروري من لي غوانس، سواء كيعجبكم ديروهم سواء ما كيعجبكمش، راكم عارفين هاد لي برودوي هادو كيكونوا شي شويه مجهدين. يعني هاد البرودوي البنات راه من الاحسن الواحد يستعملو مثلا مره ماشي عاوتاني دائما يوميا، يعني كيما دار في ديك لاكروست ما كتبغيش تحيد هذا تستعملو بشكل يومي عادي. استعملوا الخل والبيكربونات راه زوين حتى هو، ولكن هذا بالنسبه للي كيتكرفس تكرفس لكم الحاجه نيت ديال المعقول عاد استعملو، يعني ما تستعملوش ثاني دائما. راكم عارفين هاد البرودوي هادو كيكونوا شي شويه مجهدين وخطيرين بزاف الجلد ديالنا، ومن الاحسن من الاحسن تستعملوا لي غوانت. راني هما نيت انديكينهم هنايا في الاستروكسيوني ضروري من لي غوانت. المهم البنات هانتوما انا غادي نابليكي دابا معاكم، نهبط لكم شي شويه باش يبان. هانتوما البنات شوفوا المقله كيفاش دايره، وهانتوما انت كنمسح كنمسح والو ما يعني ما راه محكوكه بسميتها مغسوله وكلشي نقيه، ولكن هادشي كيتكون مع المده كتولي بحال كروستو صعيب باش كتحيد. غادي نابليكي واحد شويه ديال البرودوي
وغادي ندير بونجا من الاحسن تعصروه مزيان باش ما يتخلط لكمش مع داك البرودوي مع الماء. هانتوما ودابا غادي نخليها هانتوما راه الجلد كيذوب البنات. هانتوما شوف هانتوما بدا كيذوب، يعني الا سخنتو المقله ولا هذا راه دغيا. هانتوما شفتو راه كلشي واضح يعني كلشي من الفيديو موضح راسو، يعني راه ما كاين لا. شوفوا هانتوما والله البنات لا زعما خطير هذا البرودوي، هذا خطير خطير. هانتوما دابا عاد مسحت معكم مقله بايدي ما كان حتى حاجه، دابا ملي ابليكيت هذا البرودوي هذا هذاك السم بدا كيذوب، يعني البرودوي بدا كيعطي. هانتوما كما كتشوف قدام عينكم كما قلت لكم هذا البرودوي بدا كيعطي المفعول ديالو، كيبدا يذوب هذاك الشيء بوحدو. هانتوما دابا غادي نخليها واحد شويه، ماشي نشقى شقياتي، المهم سيروا ديروا لي، المهم ملي تديروه سيروا ديروا قديو شي حاجه اخرى وخليه هنا واحد 5 دقائق بحال هكاك حتى ترجعوا دوزوا عليه غير البونجا. واخا راه دابا اللي بغى يدي، ولكن من الاحسن خليه كيف ما خليته، كيما يعني سهل عليكم المأموريه ما تبقاوش عاوتاني تحكوا بما داب وعطى المفعول ديالو نيت مزيان وداب لينا داك الشيء، عاد غادي نرجع نحكها معاكم. هانتوما البنات شوفوا هنا انا جبت دابا عاوتاني حتى هاد البلاطه باش غادي باش هي غادي نابليكي عليها هاد البرودوي هذا ونرجعها جديده كتشعل. شوفوا هنا واحد الحاجه اللي يعني لاحظت ليها، شوفوا هنا البرودوي كيبدا يعطي المفعول ديالو. شوفوا هانتوما شوفوا الوسخ هنا البنات، راه والله ما حكى ما والو، انا كنحلف من كثره يعني بهضني فيرامينتي هاد البرودوي هذا، حيت صراحه يعني باش كتلقاي زعما شي برودوي هاكا يعني بلا ما تحكي بلا والو، هاد لا كروسه كتضلي تضاربي معاها بالزيكس والو ما كتبغيش تحيد، يعني انك تلقاي شي برودوي غير تخويه وتجي تلقاي يعني داكشي صافي دوزي ليها بونجا وتحيدي، يعني شي حاجه راه خطيره فعلا. المهم هانتوما شفتوا على عينيكم هادشي كيهبط الراس، شوفوا الدسم شوفوا الدسومات الدسم ديال الماكله اللي بدات كذوب. هانتوما شوفوا دارت بحال رغوه، انا غادي نقيس غير بصبعي باش نوريكم. ها والله عرفتي كل ما كنت مبهوره ما غاديش نبقى نعاود نبقى نحكر لكم في الهضره، ولكن فيرامينتي هاد البرودوي خطير واعر واعر واعر. صافي دابا انا غادي نابليكي عاوتاني دابا هنا في اللاطا وفي الفران، وهانتوما معايا. وهانتوما البنات شوفوا على عينيكم، يعني واخا كنت كنغسلها هكا بالتيد العادي ما كانش كيحيد صراحه منها هذا الشيء. شوفوا الدسم اللي كيهبط منها، شوفوا الوسخ، يعني هذا كل الدسم اللي كيتكون مع المده كيولي بحال لا كروستا وصعيب صعيب باش يعني تحيديه، وهذا الشيء اللي كاين. المهم كيف ما شفتوا يعني على عينيكم صراحه خطير هذا البرودوي البنات، غير خذوه على حسابي.
والفيديو ديالي سال هنايا، ونتمنى ان شاء الله تكونوا اليوم استفدتوا معايا. وهانتوما تشوفوا الفران حتى هو من بعد ما نقيته، هانتوما البنات شوفوا كيفاش رجع كيشعل بلا مجهودات، يعني بلا قوه الهكان بلا والو. يعني هاد البرودوي راه خطير، واحد يستعملو هكا مره فيما هملتو شي شويه الفران ولا هملتو اي حاجه وبدا كتكون لكم ديك لاكروست ديال الدهون، تستعملوا هاد البرودوي. صراحه البنات راه يعني ما ياخذش لكم الوقت بزاف انكم تبقاو تحكوا كل شيء. وهذا الشيء اللي كاين، شوفوا المقله تبارك الله رجعت كتشعل بحال جديده. ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا اليوم في هذا الفيديو هذا، وما تبخلوش عليا بواحد اللايك وواحد الكومونتير يكون مشجع. وكيف العاده البنات خليت لكم الراحه ومع السلامه.